الاستاذ ايهاب الجنيدي الناقد الرياضي موقع جريدة اس الاسبانيه ضيفنا في الفقره الحواريه من حلقه كلام في الميديا النهارده. استاذ ايهاب اهلا بيك. اهلا بيك وبكل جماهير النادي الاهلي وبهنيك يا امير طبعا بالفوز. الله يبارك فيك. ربنا يخليك. افضل مذيع. بشكرك. توفيق مستمر ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. منورنا وشرفنا كالعاده وعايزين نتكلم في امور مهمه جدا وكتير قوي. وبالتحديد نبتدي بالازمه اللي موجوده حاليا على الساحه الرياضيه المصريه وفيما يتعلق بتاجيل مباراه القمه وتبعيات هذه الازمه واللي بتتمثل بالتحديد في بيان النادي الاهلي. رؤيتك للمشهد عامل ازاي؟ وانا عارف ان انت عندك بعض الكواليس كمان اللي ممكن نتكلم فيها. تمام. والله مبدئيا احنا عملنا ازمه من غير لازمه. هو ده من غير لازمه. دي احسن حاجه تتقال. عملنا ازمه من غير لازمه. الماتش كان يتلعب مفيش اي مشاكل في مواعيده. يعني مع احترامي لكل المنافسين مفيش حاجه اسمها انا عندي ماتش مهم وعندي وخايف لعيب يتصاب وخايف احباط لو لعيب اتصابت. يعني ده كلام غير احترافي. بالمره يعني بالمره. والمبررات التي تساق يعني مبررات مش مقبوله للعقل ولا للمنطق في اي دوله في العالم. احنا شايفين في اوروبا البطولات منتظمه ازاي. الفرق بتلعب في ماتش كبير النهارده في الدوري الانجليزي اقوى دوري في العالم او الدوري الاسباني او الدوري الايطالي. بيخرج يلعب دوري ابطال اوروبا يسافر يرجع يلعب ماتش تاني عنده. مفيش حاجه اسمها الكلام ده. ده هواه شغل هواه مش شغل محترفين. صح. احنا عايزين شغل محترفين في دوري منتظم في مسابقه منتظمه. و عذرا انا عايز اقول للمهندس عمرو الجنايني اين كلامك؟ يعني وعودك اينما قلته قبل جدول المسابقه. وانا كنت موجود هنا لما طلع اعلان جدول المسابقه قبل بالزبط. ما يعني الجدول وقال القانون والجدول سيطبق على الكبير والصغير ولن تكون هناك استثناءات ولن نسمح بتاجيلات. الكلام ده اتقال في مؤتمر صحفي ومسجل ومعروف. طب اين هذه الوعود؟ يقول لك احترام اللائحه. وفي لائحه اصلا؟ لا توجد لائحه. مفيش. لا توجد لائحه. ليه مفيش؟ اللي بيحصل ده لا توجد لائحه. لازم يبقى في احترام للمسابقه. انت اعلنت ان مفيش تجاوزات ومفيش استثناءات ومفيش كبير وصار القانون قلت هيتطبق على الكبير قبل الصغير. طب فين؟ انا عايز مبرر واحد تقول لي لماذا تم تاجيل المباراه. هيقول لك بناء على تعليمات امنيه. طيب دواعي امنيه. الكلمه دي كلمه مطاطه. بمعنى؟ كلمه شماعه كده. يعني عايزين اي فشل في المنظومه الاحترافيه لكره القدم في مصر نيجي نبحث عن حل. طب نجري عليه ونتواصل مع الجهات الامنيه اللي عايز اقول انها عايزه تتعاون عشان البلد تمر بالظروف اللي هي طبعًا فيها وعايزه طبعًا. الدنيا وعايزه الدنيا تعدي اكيد. فانا جاي لي مسؤولين اساسا بتوع اللعبه وعايزين يقولوا لي شوفوا لنا حل. انا تواصلي يعني اعتقادي للموضوع ان هم تواصلوا مع الامن. لا ده كلام مهم قوي. ده حصل فعلا؟ دي معلومات ولا استنتاجات ولا الامور؟ انا اعتقادي للموضوع حصل للخروج من الازمه لانهم وجدوا يعني نفسهم يعني ان حصل تواصل من اتحاد الكره مع الجهات الامنيه قال لهم يا جماعه الظروف مش مهيئه دلوقتي مباراه القمه فهاتوا لنا حل. بالظبط. ده اللي حصل يعني. انا اعتقادي هذا حدث من هو في ناس كتير بتتكلم في لان هو لا يوجد ما يدعو اساسا. احنا شفنا الامن في مصر. طب انت مش قادر تعمل مباراه بدون جمهور في مكان انا عايز اقول انا اسف ان انا اقول مكان نائي يعني استاد برج العرب. احنا رحنا وحضرنا ماتشات كتير. انت بعيد عن العمران وبعيد عن كل حاجه. انت مكان في الصحراء. بالظبط. استاد برج العرب في قلب الصحراء ومنطقه عسكريه مؤمنه ومنطقة عسكرية بطريقه كبيره استاد جدا. عسكري ايه يعني. اللي يدعو لتاجيل المباراه؟ دواعي امنيه. ازاي دواعي امنيه؟ واين كانت الدواعي الامنيه من كام يوم في حضور 5000 مشجع لنادي الزمالك لاستقبال فريق اليد بطل افريقيا مثلاً في مطار القاهره؟ اتكلمنا في الموضوع يعني منين؟ يعني هل مطار القاهره مؤمن مثلا وهنا مش هقدر امن دي اللي هو المكان الحيوي؟ هو ايهم اكثر حيويه؟ مطار القاهره طبعا. مطار القاهره ولا استاد برج العرب؟ مطار القاهره. ايهم ان انا خاف ان يحصل فيه حاجه؟ اكيد مطار القاهره. يعني ايه اللي هيحصل؟ هو سؤال ايه اللي هيحصل؟ طيب نشوف حته الدواعي الامنيه ونتكلم فيها. اتفضل. انا عايز التفاصيل كده والكواليس. قول لي. لا انا عايز ارد بس على حته الدواعي الامنيه دي لانها حته بس تفضل. مش عجباني شويه يعني. خد راحتك. كله حصل في شهر. كل اللي هتكلم فيه ده حصل في شهر اكتوبر اللي احنا فيه دلوقتي. حلو. تمام. حلو. العراق وهونج كونج ماتش مهم جدا 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 في التصفيات الافريقيه التصفيات الاسيويه المزدوجه المؤهله الى نهائيات كاس العالم 2022 وكاس امم اسيا 2023 بالصين. المباراه لعبت في البصره بعد ما اعطى الفيفا الضوء الاخضر للعراق باستضافه المباراه في ظل كل الاحداث اللي فيها العراق. طبعا كل الاحداث الصعبه اللي فيها العراق وقبلها يا دوب اسبوع كان في تفجير ومات فيه 300 فرد وحاجات من دي. طيب واحد اثنين فلسطين والسعوديه مباراه مهمه جدا في التصفيات الاسيويه نفس التصفيات طبعا
واللي المنتخب الفلسطيني بنوجه له التحيه على الشكل الطيب جدا اللي ظهر بيه في التصفيات واللي عنده 4 نقاط حتى الان في مجموعته، عامل مباراه جيده جدا. المباراه دي انتهت بالتعادل السلبي طبعا في رام الله، في مدينه رام الله، تم استضافتها على استاد الشهيد فيصل الحسيني في رام الله. تم لعب المباراه وكانت احتفاليه كبيره وبحضور جماهير، صح، حضور جماهيري كبير جدا، كامل العدد كبير جدا ساعتها. حصلت احتفاليه في دوله محتله، دوله محتله وفي خطوره وكذا، وفي مدينه من اهم المدن اللي بيحصل فيها تناوش وحاجات، مدينه رام الله. طيب في نفس البلد مباراه مهمه جدا بين فريق هلال القدس الفلسطيني، فريق الرجاء المغربي، فريق من اكبر الفرق الافريقيه والعربيه، فريق الرجاء في دوري ابطال اسيا او كاس محمد السادس للانديه العربيه الابطال. المباراه لعبت في نفس الاستاد، استاد فيصل حسين، محدش هناك قال دواعي امنيه ولا كذا، والمباراه لعبت بالظبط. طيب الحدث اللي هو انت مش بتنتقد الامن اكتر لا من لا لا انك لا لا طبعا بتوضح الامور وبتبين قدره الامن المصري على التنظيم او احنا قلنا لسه ان الامن المصري في موضوع الزمالك عشان بس الكلام يبقى واضح، لان البعض بياخد لا 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 ليس انتقادا للامن المصري، الامن المصري احنا شفنا احتفاليات اكبر يعني حاجات اكبر من كده وبيامنها الفتره اللي فاتت الحمد لله، وقادر على التامين، الامن المصري قادر على تامين طبعا. واحنا بنشوف تجمعات كتيره وتجمعات فنانين وحفلات فنانين وحاجات بتحصل، ليه ما بنخافش ان يقول يحصل حاجه من دي؟ انا عايز اكمل مثال تاني مهم جدا الناس كلها مستنياه دلوقتي برضو، اقليم كاتالونيا، مباراه الكلاسيكو المرتقبه بالريال مدريد. ايه اول قرار الفرق بين التعامل الاحترافي لاتحاد كره احترافي ولجنه تدير المسابقه اللي احنا بننادي بيه اللجنه محترفه؟ لازم يبقى في لجنه، ده يعيدنا للكلام ان يتم عمل لجنه من الانديه برئيس مختلف غير رئيس اتحاد الكوره، تكون مسؤوله عن اداره بطوله الدوري، لابد. وده نادينا بيه من السنه اللي فاتت، ما حصلش. دي خطوه احترافيه في العالم كله، موجوده في العالم كله. ما ناخدش اي خطوه للتطوير او للمعالجه، ما فيش. عندنا في الاتحاد الاسباني وفي رابطه الليجا، لجنه رابطه الليجا اللي بتدير الانديه الاسبانيه، اللي بتدير البطوله طبعا موجوده. ايه اللي حصل لما قالوا ان هيدعوا لمظاهرات يوم 26 اكتوبر في كاتالونيا بحق بعد سجن الانفصاليين اللي بيدعوا لانفصال كاتالونيا والقصه اللي معروفه هناك في اسبانيا، المشكله القديمه المعروفه دي. ايه اللي حصل؟ اول قرار اتحاد الكوره قال لك نقل الماتش للبرنابيو، ملعب ريال مدريد، البرنابيو، بنطرح ان احنا ايه هننقله للبرنابيو. ايه اللي حصل هناك؟ بغض النظر وافقوا او لا، الفرقتين ما وافقوش وقال لك التنافس وكذا، بس انا عايز اعمل سبوت على ايه؟ على القرار الاحترافي. انا ما باجلش مسابقه بالظبط، ما بوقفش ماتشات. انا اول حاجه عملتها خلاص، شوف كل واحد يحدد الميعاد المناسب بالنسبه له وفي الاخر نستقر كده، نقعد مع بعض ونستقر. انما اول حاجه عملها هو ايه؟ طرح كذا ان احنا ننقلها البرنابيو، اوجد حلول، شوف انا عندي حلول كذا كذا كذا، موافقين عليها اوكي، مش موافقين عليها طب كل واحد يشوف يعني مناقشه حضاريه بشكل مميز. الاتحاد عايز يحافظ على مسابقه منتظمه بالظبط، رابطه ليجا عايزه تحافظ على انتظام المسابقه. هو ده اللي موجود في العالم كله، شغل احترافي طبعا. قلنا يا جدعان مش قادرين ننظم مسابقه، نجيب حد ينظمها لنا. موجود في السعوديه، مش عيب على فكره، نفس الشركه اللي بتدير الاتحاد، اللي بتدير الدوري الانجليزي لكره القدم، اللي بتنظمه هي اللي بتنظم دلوقتي الدوري السعودي، واللي شايفين انتظامه، شايفين واحد من اقوى الدوريات العربيه، حصل تطور فيه كبير. انا مش قادر ادير، هات حد يدير لي المسابقه وينظمها. ازيدك من الشعر بيت، اتفضل. فريق ليبيا، فريق النصر الليبي اللي موجود في الكونفدراليه الافريقيه، طالب يلعب فين؟ في مصر. فريق النصر الليبي طالب انه يلعب ماتشاته، الماتش بتاعه في البطوله في بطوله 32 في مصر قدام فريق بورولين الاوغندي او بورولين الاوغندي، طالب انه يلعب هنا في مصر، بلد الامن والامان، بلد طبيعي الامن والامان. ان اي حد يفكر انه يجي يلعب في مصر، الفريق اللي معانا في مجموعه الاهلي هناك اتجاه انه يلعب ماتشاته هنا، في مصر، الهلال السوداني، اذا العالم بيعترف ان انت بلد الامن والامان. الاشقاء حواليك والاخوه بيقولوا ان البلد عندك فيها امان، انت لازم تساعد الدوله، مش تعمل مشاكل للدوله. يعني انا مش بتكلم على الجهات الامنيه، انا بتكلم على الناس اللي هم تواصلوا مع الامن طبقا للاخبار اللي يعني اللي بنسمعها خلال الساعات الحاليه، عشان ياجلوا المباراه، مش بيسعوا، المفروض هم العكس، يسعوا ان المباراه تقام بشكل طبيعي، ويحاولوا كمان المباراه تبقى بجماهير، لكن هم ما عملوش كده للاسف يعني. فانت كنت تساعد الدوله، احنا عندنا بنختار اسهل الحلول، رايح لمبنى عايز ياجل، طب ناجل فلان، عايز ياجل فلان، عايز برضه احنا بنتكلم على اتحاد الكوره يا جماعه، عشان ممكن البعض يقول لك احنا بنتكلم على اتحاد الكوره مش الجهات الامنيه اطلاقا. كل يا راجل الدوري السوري ينطلق غدا، الدوري السوري عارف يعني ايه؟
رسميا الدوري السوري خلاص والماتشات ونزل الجدول ينطلق غدا. دوله فيها حرب ودوله تركيا ضربه فيها الشمال وهنا مضروبه في الجنوب والدنيا جوه ما فيش استقرار. الدوري السوري ينطلق غدا. الدوري الفلسطيني الجوله الرابعه اللي هتتلعب حتى الان اتلعب ثلاث جولات. فريق شباب الخليل بيتصدر البطوله بسبع نقاط تعادل فوزين وتعادل. ادي كل الدول اللي فيها اللي ممكن نقول ان فيها قلق او فيها عدم انتظام او فيها مشاكل منتظمه. الكرة أو كرة القدم أو الرياضة بوجه عام عمرها ما هتكون حاجة إنها تعطل دولة، بالعكس ده أحد عوامل بناء الدول. بتساعد، بتجمع، بتعمل ترابط الناس. مفيش حاجة اسمها كلام فاضي ده هيطلع بعد الماتش ده هيطلع يتخانق والكلام اللي اتقال وده هيطلع مش عارف من قهوة زعبولة وده مش عارف هيطلع. أنا كلام غير معترف بيه يعني. لازم يبقى فيه، إحنا بالنادي باحترافية طبعا طبعا لازم مسابقة يبقى فيه احترافية وتبقى مسابقة منتظمة. مع احترامي لجميع المنافسين طبعا. اكيد. طيب النهارده ايضا كان في مقال مهم جدا للاستاذ عبد اللطيف المناوي في جريده المصري اليوم تحت عنوان لدواعي امنيه. ومقال اتكلم فيه في العديد من الامور في الحقيقه استاذ ايهاب، وفيما يتعلق بدور الامن وفيما يتعلق بتحرك الدوله لاجراء اصلاحات اقتصاديه وامور كثيره جدا. لكن هو انا عايز اركز على جزئيه محدده بالتحديد. قال لك ايه؟ قال لك ان احنا تفاجئنا او اتفاجئنا من جهات الامن اللي هم المفترض انها او انهم جزء من جسد الدوله ان هم بياجلوا مباراه الاهلي والزمالك وانهم مش قادرين يامنوا مباراه القمه ما بين الاهلي وزي. انا عايز اخد تعليقك، انت قريت البيان ده؟ البيان معروض طبعا على الشاشه او عفوا المقال على الشاشه قدام الجمهور كله دلوقتي. رايك في ايه؟ طبعا الاستاذ عبد اللطيف المناوي قامه صحفيه واعلاميه كبيره، رئيس تحرير صحيفه المصري اليوم، الصحيفه اللي اشرف ان انا انتمي ليها وخريج مدرستها. اتكلم في نفس اللي احنا بنقوله. ان ازاي انا في ظل توجهات الدوله، توجهات الرئيس دلوقتي ان انا ابني دوله وان انا اتقدم ان انا ابني اقتصاد قوي وابني كذا وابني سياحه واعيد سياحه واعيد استثمار واعيد الاجانب للدوله وكل حاجه تشتغل من جديد، واجي اقول ان انا للعالم كله اقدم للعالم صوره سلبيه بتقول ان انا مش قادر انظم مباراه كره القدم. مين المسؤول عن ده؟ هو ده الغرض من المقال تقريبا بالكامل. قريت المقال، هو بيتساءل مين المسؤول عن ده؟ وهل فعلا هناك دواعي امنيه يتم اعلانها للمواطنين؟ هو في خطاب طلع من اتحاد الكوره؟ مفيش. يقال مفيش. لا يقال يعني خطاب اتحاد الكوره ما اعلنش عنه يعني. لا لا. قال لك ان احنا جالنا خطاب من الجهات الامنيه لكن الخطاب ما طلعش للناس يعني، ما حدش شافه. تم ارساله للنادي الاهلي في الساعات الماضية وفي النادي والنادي الزمالك. لا في خطاب طلع. ولكن هو السؤال اللي بيطرحه الاستاذ عبد اللطيف المناوي بيطرحه كل جماهير الكرة المصرية، مش هقول جماهير اهلي مع احترامي، جماهير زمالك، جماهير اي منافسين، حتى الفرق اللي حاليا مش عايزة تلعب. طبعا في فرق دلوقتي متضامنة مع موقف الاهلي ومش عايزة تلعب. بينادوا بنفس الهدف اللي هو نقبل المسابقة. يعني هو بيقول كلمة هنا مهمة جدا عجباني جدا، يجب التحقيق في مثل هذا القرار. هل هناك مخاوف أمنية حقيقية؟ إن كانت موجودة فما هي؟ ويجب أن يعرفها الناس، ويجب التوقف عن التعامل مع المواطنين كقصر لا يعرفون أين مصلحتهم. يعني إحنا لازم نعرف في دواعي أمنية. مع احترامي الأهلي طلع بيان أثنى فيه أول حاجة، ما هاخد تعليقك على البيان ده لكن أقول لك أثنى فيه طبعا أول حاجة على دور الأمن. ده اللي قاله، هو الأمن على دماغي من فوق وبنقدر دور الأمن واللي بيعمله الأمن. فيش مشكلة خالص، في دواعي أمنية زي ما الراجل بيقول، قول لي إيه هي؟ بس احترمها واحترم جمهوري واقدر ارد حتى قدام غضب جماهيري. لما الجماهير تقول لي تتكلم وتقول ان المجلس يدافع عن حقوق النادي وان المجلس يجب ان يدافع كذا وان المجلس لا، يبقى المجلس يقدر يرد. انا عايز بس المقال ده واللي هو ختمه طبعا الاستاذ الكبير عبد اللطيف المناوي بجمله مهمه جدا. ايه علاقه يعني المعنى كده، ايه علاقه كره القدم بموضوع سد النهضه؟ هو في علاقه؟ احنا منتظرين الرد. يعني ما الموضوع سد النهضه ده اجمل ما في المقال في الاخر يعني. الكلمه دي احنا عايزين نعرف ايه العلاقه بالاثنين يعني. تتوقع او تتخيل ايه العلاقه مثلا؟ مش عارف والله. هو الراجل بيتساءل يعني، بيتساءل سؤال مهم جدا يعني في الحقيقه، لكن هو في الاخر مقال مميز وبيتساءل يعني في العديد من الامور اللي طبعا يعني من الاسئله المهمه جدا. ما الذي يعنيها ان دوله تعلن انها غير قادره على ضمان تامين مباراه كره قدم بدون جمهور؟ يعني انت شكلك السمعه اللي هتتاخد قدام العالم. وانت حاليا بتقول، ومع احترامي احنا زي ما قلت وباكد تاني، الامن المصري قادر على التامين كل حاجه وقادر على تامين اكبر من كده. الامن المصري قادر ان هو يستضيف كاس العالم بكره
بالمناسبه والله بجد ما بهزر، احنا الحمد لله بلدنا زي الفل وكل حاجه جميله فيها، والامن مستتب وكل حاجه زي الفل، وانت عايش وكلنا عايشين في البلد اهو، ما فيش اي مشاكل الحمد لله. يعني انت رجعت الحمد لله امان تام، تنزل وقتك لله حاليا في اي وقت وبتمشي في اي وقت، نفس ما كان حصل قبل 2011. الامور مستتبه والامن مستتب والبلد بقت مستقره. انت ممكن تلعب في استاد القاهره بجمهور بعدد كامل عادي، مش هيحصل حاجه، بدليل طبعا بطوله الامم الافريقيه الاخيره، احنا بطوله الامم الافريقيه القادمه هيبقى بجمهور اللي هي اللي تحت 23 عام اجباري. عندك البطوله اللي جايه 2023. انا عايز اسال سؤال مهم قوي، هو لو الاهلي والزمالك كانوا هيقابلوا بعض في دوري ابطال افريقيا، وكان وارد على فكره القرعه توقع الفرقتين مع طبعا بعض، طبعا ولازم تلعب بجمهور طبقا لاشتراطات الاتحاد الافريقي، لازم تلعب بجمهور، كان هيبقى ايه الحل ساعتها يعني؟ كنت هتلعب بجمهور، ما كانش هيتاجل الماتش؟ لا كنت هتلعب بجمهور الا اذا كان الاثنين بتوعنا يقولوا نلعب بره ولا حاجه، دي حاجه ثانيه. يعني ما اعتقدش انا نداء تاني عايز اوجهه لاتحاد الكوره مهندس عمرو الجنايني، يجب هو رجع ولا لسه؟ هو تقريبا خلاص مش عارف، تقريبا في الساعات المقبله هيرجع. وسمعنا كصحفيين كمان ان في بيان حاليا بيجهز للرد على بيان النادي الاهلي. بجد؟ طب يا ريت، منتظرين نشوف ايه اللي هيخرج بيه اتحاد الكوره. في حاليا بس هم ما اجتمعوش يعني. ما هو اول ما يرجع هيحصل اجتماع ولا هم بيتواصلوا وديا كده؟ ويتم التجهيز لقرار او لبيان وفقا لما عرفته من مصادر، يعني ان بيتم حاليا التجهيز لبيان للرد على بيان النادي الاهلي. بيان هيخرج طب وفقا لمصادرك البيان ممكن يكون عباره عن ايه او في انهي اتجاه؟ والله انا يعني انا مش عايز اقول انهم مش هيطلعوا حاجه، في حاجه جديده يعني. هيعيدوا تاني نغمه الحديث عن نغمه الدواعي الامنيه. وان دوت توجه الدوله، وان احنا ارتقينا الافضل، ويجب ان تعمل جميع الاطراف اللي هي المسكنات، يجب ان يضلع النادي الاهلي، هنفخم شويه في الاهلي، انا شايفهم في قرار هيعملوا كده احساسي، يجب ان يضلع النادي الاهلي بدوره الوطني ويراعي كذا وكذا. وما يتم اللعب عليه في السنة اللي فاتت ونفس اللي اتقال ونفس اللي اتعمل بيتكرر تاني، هي هي، لا أحد يتعلم من أخطائه. نفس الأخطاء بتتكرر، نفس أخطاء مجلس هنا بوليدة اللي اشتكينا منها، واللي حصل السنة اللي فاتت في نهاية البطولة، واللي برضو الأهلي برضو قبل كده اشترط حاجات وما حصلتش، وبعد كده في مجلس في الفترة القصيرة اللي قضاها ثروت سويلم. نحن في مصر لا نتعلم خالص، انت جبت مختصر مفيد. ولا نريد ان نصل بمسابقه احترافيه، مش عايزين نعمل مسابقه احترافيه. احنا قادرين نتكلم بس، احنا قادرين ان احنا نعمل مسابقه احترافيه. والا اطلع رد عليا على وعودك ليا قبل انطلاق الموسم ولكل الانديه، ان انت قلت لي ان انا هعمل مسابقه منتظمه. ان انت قلت لي ان الجدول سيطبق على الكبير والصغير. بالظبط. لن يحدث تجاوزات. فين دوت يا باشمهندس عمرو؟ انت واعضاء لجنتك الموقرين. وتوسمنا فيكم خير واشدنا بيكم في هذا المكان، وان ان شاء الله عايزين يعملوا شغل للكره المصريه. بالظبط، اتكلمنا في الموضوع ده كتير ماشي. في الحقيقه يعني انما مع اول مطب صغير يعني هعيد تاني كلمتي، ازمه من غير لازمه عملناها. وانت عامل قرعه غير موجهه ليه؟ طب خلاص كنت تتكلم ماتش الاهلي والزمالك برضه في اخر الدور الاول واخر الدور الثاني. بالظبط، وكنت خرجت. ايه الجديد اللي حصل؟ انت كنت خرجت من الاشكال ده. يعني بالظبط، يعني خرجت من الاشكال ده والدنيا شفت له ميعاد كده مناسب. وخلاص. وخلاص وخرجت من الليله دي. طيب عايز اخد تعقيبك على بيان الاهلي اللي كان يوم الخميس اللي فات اول امبارح. رايك في ايه؟ والله بيان الاهلي بيان قوي جدا. تم دراسته من جانب مجلس الاداره. رئيس كابتن محمود الخطيب اللي بنتمنى له الشفاء العاجل. ان شاء الله الف سلامه عليه. أيقونة الكرة المصرية طبعا، سواء رئيس النادي الأهلي أو غير رئيس النادي الأهلي في مكان تاني، هو أيقونة الكرة المصرية. أكيد أكيد، أسطورة كبيرة. بخلاف إنه رئيس النادي الأهلي طبعا يعني. البيان شدد على حق النادي الأهلي وحق جماهيره في مسابقة منتظمة، في مبدأ العدالة في التنافس بيني وبين كل المنافسين، إن أنا أخد مبارياتي وفقا للجدول اللي أنا استلمته من اتحاد الكرة، لازم أخد مبارياتي بالترتيب ده وفقا للبرنامج اللي أنا بعمله والتأهيل بتاعي وكل حاجة وتجهيزي للاعيبتي، لازم يبقى في انتظام مسبب. وده اللي الاهلي طلبه. الاهلي ما طلبش في حاجه غريبه يعني، الناس بتقول الاهلي، البعض يقول لك دلوقتي في شارع الاهلي مأفور، الاهلي مش عارف عامل كذا، الاهلي مش عامل اي حاجه. وقرار النادي الاهلي عايز اقول لك يلقى القبول والدعم والمسانده من السواد الاعظم من جماهير النادي الاهلي. دي حقيقة. حاليا. صح. هم معاه ومع القرار. وبيقولوا مع النادي الاهلي، معاك يا اهلي، يعني الى لو وصلت مش هنلعب دوري. عادي، احنا خدنا افريقيا مرتين بدون دوري. بالظبط. صح. 2012 و13 ولكن اعلي المبادئ واعلي احترامي لنفسي واحترامي لجمهوري واحترامي لجدول المسابقه انت بعتهولي طبقه عليا ومشيه.
طيب سيناريوهات الخروج من الازمه من وجهه نظرك؟ والله الازمه صعبه، انت شايف ايه الخروج منها؟ هي طبعا صعبه، لكن ايه ممكن الحلول تبقى يعني؟ يعني احنا عندنا الازمه دي كبيره دلوقتي، ازمه مشكله اتحاد الكره وضع نفسه فيها. انا وفقا للي برضه بيتردد داخل الاتحاد بيقال ان هناك اقتراح دلوقتي اقامه المباراه يوم 27 28 اكتوبر. بعد مواجهه الزمالك الافريقيه جينيريسيون، لو فاز الزمالك نلعب تبقى الموضوع متاح جدا والموضوع سهل. برضه سامعك لو انت من هنا. طب لو الزمالك خسر عنده كونفدراليه، نتمنى التوفيق طبعا لنادي الزمالك في المباراه بتاعته، بس لو الزمالك خسر هيبقى عنده في نفس الميعاد ده الكونفدراليه يوم 29 تقريبا، اللي هو الدور ال 32 تاني في الكونفدراليه هيبقى عنده. طب هيعمل ايه؟ طيب ادي اقتراح، يعني زي ما بيقولوا ايه، اقتراح معلق في الهواء. طب ما يطلعوا يقولوا يعني يعلنوا عن الاقتراح ده، ما يا ريت يطلعوا يتكلموا يا جماعه احنا ممكن نلعب ماتش يوم 28 لو الزمالك تاهل لدوري ابطال افريقيا، فالماتش يبقى بعد مباراه الزمالك. هنا برضه لسه ما عرفناش موقف النادي الاهلي ايه، ولسه طبعا ما نعرفش الاهلي هيرد يعني دي سيناريوهات. طبعا في اقتراح ان المباراه تؤجل لما بعد بطوله افريقيا، بعد اللي هي بتاعت المنتخب الاولمبي، المنتخب الاولمبي اللي هتخلص تقريبا الاسبوع الاخير من شهر نوفمبر بالظبط، تخلص يوم 22 بالظبط يعني الاسبوع اللي بس خلي شهر. بالك انت تخلص يوم 22 البطوله دي وهو في توقف الدوري في مصر وهتلعب اول مباراه للنادي الاهلي في افريقيا مع النجم الساحلي يوم 29 تمام بره مصر. هم عايزين يعملوها يوم تقريبا في الدوري في يوم 24 و25 في ماتشات تقريبا. الاهلي المفروض تبقى الجدول عنده وادي دجله، عنده وادي دجله والزمالك تقريبا بيراميدز، فهم عايزين ياجلوا ده وده. هنتفق طبعا مع ده وهنتفق على التاجيلات اللي هنتفق مع ده، يعني خد بحر من التاجيلات طبعا عندك. زي يعني السنه اللي فاتت، يعني مفيش حاجه اتغيرت. عارف السنه اللي فاتت لما قالوا ناجل لما بعد بطوله افريقيا ماتشكم، حاليا ماتشكم ايه؟ ناجله لما بعد بطوله افريقيا. المره اللي فاتت كانت بطوله افريقيا الكبار، المره دي الشباب. للاسف الاختلاف الوحيد ان المره دي بطوله افريقيا المنتخبات الاولمبيه، ناجل لما بعدها. تخبط وعشوائيه لما بعدها عشوائيه. في اقتراح ان تاني برضو لعب المباراه في التوقف الدولي من غير لاعيبه المنتخب الاولمبي. وبيقول لك اللي بينادوا بالاقتراح ده بيقول لك ان هي ان هنا عندنا اربع لعيبه وهنا عندنا اربع لعيبه. العمليه متساويه، يعني الاهلي عنده اربع لعيبه في المنتخب الاولمبي والزمالك عنده اربع لاعبين في المنتخب الاولمبي. هل هيلاقي القرار ده قبول؟ اعتقد صعب. انا بقول لك برضه حين ان انا عندي لاعبين مهمين جدا زي رمضان صبحي، رمضان طبعا وصلاح محسن ونفس الفكره هناك برضه. انا عايز اقول لك ان عندك من اهم العناصر عندك مصطفى محمد راس حرب. فهل القرار ده برضه هيلقى قبول؟ ما اعتقدش. يعني سيناريوهات كلها متشابكه وسيناريوهات غريبه. وحتى انت هتلعب بعد بطوله افريقيا، السيناريو اللي انت بتشرحه بعد بطوله افريقيا للشباب، يعني هتاجل كم ماتش؟ وهتيجي تاجل بيراميدز لو عملت الحل الثاني مع الزمالك، وهتاجل الاهلي ودجله، وادي عندي الاهلي مش عارف ومين الجونه. خلاص دخلت في دوامه بقى، انت في غنى عنها. يعني هتجيب منين مواعيد؟ وعندك اجنده دوليه للمنتخب الاول، ارتباطات الفتره الجايه، وعندك تصفيات بطوله كاس عالم وتصفيات بطوله افريقيا. كل ده شوف قرار عشوائي. احترامي يا جماعه، هو قرار عشوائي واحد فعلا صح. يترتب عليه فشل مسابقه على موسم كامل. للاسف الشديد، يعني كلها امور كنا في غنى عنها، وكنا نتمنى ان احنا نشوف جدول مسابقه منتظم بشكل كبير جدا، ونلاقي موسم مختلف تماما عن الموسم الماضي في الحقيقه، لكن واضح ان هيبقى في تكرار لنفس الموسم. انت بتقلي الموسم. طبعا هو بلا اي حاجه. تبص نفس اللي كنت عايشه، وتاجيل كذا وتاجيل بعد بطوله افريقيا اللي كانت في مصر، تاجيل نفس وفي النهايه تيجي تضغط الفرق. بالظبط. خلي في بالك الاهلي والزمالك فرق عندها بطولات، وبعد هيجي يقول لك تكافؤ الفرص مش تكافؤ الفرص، نفس القصه. خلي في بالك ان الاهلي عنده والزمالك فرقتين بيلعبوا افريقيا طبعا، يمثلوا مصر طبعًا في البطوله القاريه اللي هي باسم سمعه مصر. في النهايه انت لازم ترجع زي ما كنت زعيم للقاره، لازم ترجع انديتك على منصات التتويج القاري. احنا بقى لنا كتير ما صعدناش على منصات التتويج القاري في دوري ابطال افريقيا. تمام، لازم نرجع. فانت بتضغطني ليه؟ تحطني ليه في ضغط؟ ليه كاهلي يبقى عندي انا كذا ماتش مؤجل في الدوري المحلي، وبعد كده عندي انا عندي افريقيا، وتيجي تحشر لي بقى ماتشات اللي هيحصل السيناريو ايه؟ يلا عشان الاهلي بقى ايه؟ انا هحط له ماتش بين ده وده، واحط له ماتش بين افريقيا وده. والاهم من كده كمان مصلحة المنتخبات، ما هي المنتخبات دي عايزه دوري قوي عشان تفرز لاعبين مميزين ينضموا للمنتخبات، فبالتالي نفسه على التحديات اللي بتشوفها. وانت حته ان انت تحشر لي ماتشات، انا اسف اللفظ هي اسمها كده حشر ماتشات، ده هيضر لعيبتي.
هنا وهنا. انا طبعًا بتكلم برضو ما بتكلمش على فرقه باين على دور المنتخب بالظبط زي ما شفنا المنتخب حصل معاه ايه في مصر هنا في كان هتلاقي لعيبه اتصابت مهمه ليك في مشوارك هنا ولعيبه اتصابت هنا، واحنا عارفين ان منتخب مصر بيقوم على لعيبه الاهلي والزمالك طبعا، اثنين ثلاثه المحترفين اللي بيجوا اللي بيتم الاعتماد عليهم، والباقي كله السواد الاعظم من منتخب مصر هو اهلي وزمالك طبيعي. بما اننا اتكلمنا على المنتخبات المصريه واتكلمنا بخصوص هذا الملف، خلاص نقفله بقى موضوع تاجيل القمه، هنشوف بقى اتحاد الكره هيعمل ايه، هيطلع بيان ايه، ولا هيتكلم ازاي، هنترقب خلال الساعات القادمه طبعا كما الاستاذ ايهاب قال لنا كده. لكن في كل الاحوال انا عايز اروح لجزئيه اخرى وفيما يتعلق بالمنتخبات الوطنيه، المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي، وانا في الحقيقه بتعمد ان اسال كل الضيوف فيما يتعلق بمدى تفاؤلهم بالمنتخب الاول بعد الوديه الاولى مع كابتن حسام البدري، وبالمنتخب الاولمبي بالتحديد بعد الوديه الاخيره مع جنوب افريقيا، تقييمك ايه؟ والله انا شايف المنتخب الاول، يعني مش عايزين نحكم على التجربه. كابتن حسام البدري طبعا لسه بدري، يعني مدير فني متميز مع النادي الاهلي، عمل اعظم الانجازات، دوري الهزيمه التاريخي وبطوله افريقيا وشغل عالي حصل معاه. النادي الاهلي اللي اداله اسمه طبعا. طبعا النادي الاهلي النادي الاهلي زي ما قلناها سعيد فايلر، اعيدها تاني، النادي الاهلي يصنع المدربين اكيد، يصنع الاسماء الكبيره، انت بتجي لي بلا اسم من خلال النادي الاهلي تصبح مدرب كبير وتصبح اسم كبير. زي اي يعني دي، بص هي دي سنه الانديه الكبيره في العالم. لو مدرب ما يعني مالوش شهره كبيره، راح ريال مدريد وعمل بطولات خلاص هيبقى اعظم مدرب في العالم. زيدان لو نجاحاته مع ريال مدريد هي النجاحات دي، لو كان عملها مع رين او كان او كذا في فرنسا او مارسيليا، نادي كبير في فرنسا هنقول مارسيليا او باريس سان جيرمان مثلا، يعني انا يعني باريس سان جيرمان اصبح احد اكبر الانديه في اوروبا طبعا، لو حتى هو معاه ما كانش هيصنع نفس الاسم اللي بقى ليه زيدان، نفس الثلاثيه التاريخيه اللي خدها في دوري ابطال اوروبا. اكيد اكيد، فالانديه الكبيره دايما بتصنع اسماء المدربين. طيب نعود لكابتن حسام البدري، التجربه الاولى مش عايزين نحكم عليها اكيد، يعني هي تجربه اظهرت ان المنتخب لسه هو عايز طبعا هو لسه عايز يستقر، عايز يغير حاجات، ولكن هي ادتنا شويه طاقات نور كويسه. في لعيبه كويسه ظهرت ماشي، زي مين؟ زي حمدي جمعه، حمدي فتحي، وعبد الله جمعه، وعبد الله جمعه، انا دول شايفهم اهم مكاسب المباراه. انا اخيرا هقضي على ثنائيه، انا مع احترامي للجميع مل منها الشعب المصري، ثنائيه فتحي النني حامد النني في خط وسط منتخب مصر الدفاعي، طارق حامد وحمد النني، الاثنين اسلوب لعبهم متشابه لازم يبقى لعيب عنده حلول، عنده ابتكار شويه اي تاني، ولازم يعني يحس اللعيب دايما كده في الاهلي في ريال مدريد، في اللعيب لازم يشوف ان في بعبع على الدكه. صح صح، انا ما عنديش حد، كانوا دايما بيلعبوا مطمنين، مراكزهم دي، انا بلعب في نص الملعب الدفاعي، باجي من بره انني بلعب، ما بلعبش انا باجي اشارك. بعيدا عن طارق حامد، لان طارق حامد من اميز اللاعبين في منتخب مصر الفتره اللي فاتت، بغض النظر عن يعني التراجع النسبي في مستواه مؤخرا، ولكن خلال بطوله افريقيا وخلال البطولات قبليها وتصفيات كاس عالم وكاس عالم اللي شفناها برضه في روسيا كان من اهم لعيب منتخب مصر. ولكن هي نقطه ان انت كلاعب شايف ان انت مركزك ده لا قلق عليه، مش هتأدي، مش هتديني نفس اللي كنت بتديه. صح صح، انا دلوقتي عندي لعيب عنده حلول ثانيه، طريقه لعبه مختلفه، لعيب بيشوط، لعيب بيوزع لعب في نص الملعب الدفاعي، ودي الصوره الجديده او الصوره الحديثه في الكره العالميه لوسط الملعب الدفاعي. صح، يعني بيقدمها حمدي فتحي. برضه من اللعيبه اللي ظهرت كويسه جدا العمليه، يعني دايما انا بقولها ان احنا مش في قناه النادي الاهلي هتكلم عن لعيبه الاهلي، لا طبعا انا لا شايف طبعًا. ان بنتكلم عن منتخب مصر دلوقتي. انا شايف ان عبد الله جمعه لعيب مميز، اللعيبه اللي اجادت جدا في المباراه. احمد فتحي هذا اللاعب اللي مهم يعني جدا، اللي بيقولوا عليه عجوز، اللي بيقولوا عليه كفايه، واللي بيقولوا كذا، لعيب تاريخي ده لاعب مهم جدا، لاعب قدم، واحد شارك في كل البطولات اللي في الدنيا، لاعب قدم مباراه تاريخيه اساسا، قدم مباراه معانا مباراه تاريخيه يومها برضه، بغض النظر عن قيمه المباراه، انما اللي انا شايفه كلاعب، لعيب باربع رئات مش برئتين وثلاثه ما شاء الله عليه، للدقيقه 91 بيجري وبيرفع كروس وبيعمل مجهود وبيخش يقفل في الدفاع، لعيب مميز جدا يعني. دي ابرز العناصر. يجب ان الكابتن حسام البدري الفتره الجايه يبص بعينه، انا عارف ان عنده عين كويسه اللعيب، طبعا يشوف الدنيا، يشوف ايه الاماكن اللي عايزه تتغير. وقبل ده وده يجب البحث عن راس حربه لمنتخب مصر، مع احترامي لجميع اللاعبين، منتخب مصر في حاجه ماسه الى راس حربه
عيب ان نبقى دوله 100 ممكن مليون يكون المنتخب عيب. بس احنا عندنا في المنتخب الاولمبي مثلا صلاح محسن ومصطفى محمد. ما هو انت دلوقتي عشان كان في تنسيق مع كابتن شوقي انت دلوقتي المنتخب الاولمبي مش هيسيب اي عنصر طبعا. لا احنا بنتكلم على المرحله اللي بعد بقى بتوت الامور ما بعد المرحله هيضم لي عناصر هتفيدني على الصعيد الهجومي اهمهم الثلاثه رمضان صبحي صلاح محسن ومصطفى محمد. انا شايف الثلاثه دول هيبقوا اهم لعيبه للمنتخب الاول بعد كده في ظل المستوى اللي الرائع اللي ظاهر بيه رمضان صبحي مع النادي الاهلي طبعا في الفتره الاخيره ومع المنتخب الاولمبي كقائد واصرار كابتن شوقي غريب عليه. انا شايف انه لعيب مميز جدا وهيكون من اهم العناصر منتخب مصر. طب بالنسبه للمنتخب الاولمبي بقى ده الاهم دلوقتي عشان التحدي المهم جدا اللي عايزينه. المنتخب الاولمبي التجارب اللي فاتت كان ظاهر بشكل كويس جدا بيقدم كره جيده. تجربه جنوب افريقيا يمكن هي تجربه قويه منتخب قوي ظهر شويه اظهر بعض العيوب اللي في المنتخب الاولمبي زي ايه؟ الدفاع عدم التمركز الجيد لبعض اللاعبين التمريرات المقطوعه الكتير الناس قلقانه شويه التمريرات المقطوعه الكتير خاصه حط في اعتبارك ان انت عندك مجموعه قويه جدا من اللعيبه بصراحه لا المجموعه كمان اللي انت وقعت فيها في تصفيات الاولمبيه مجموعه صعبه جدا يجب ان احنا نلم نفسنا بسرعه ما فيش وقت يعني نشوف ايه المهم لو في حاجه عايزه تعالج لو في لعيب معين عايز اضمه لان احنا سمعنا كلام ان ممكن محمد محمود كابتن شوقي غريب قال مهم جدا لوسط الملعب اكيد يعني قال ممكن لو لعب مع الاهلي واحنا شفناه في الفتره فعلا ماتش الاعلاميين وممكن يتم الدفع بيه تاني مع النادي الاهلي لو الاهلي لعب لو الاهلي لعب يعني ان شاء الله وبالتوفيق وبالتوفيق. المصري ان هو يجد حلول للازمه الحاليه على الساحه الرياضيه المصريه. استاذ ايهاب نورتنا وشرفتنا وكنت سعيد جدا بتواجدك معانا. ربنا يخليك وتحياتي للجميع ونتمنى نخرج من الازمه يا رب ان شاء الله نتمنى كل التوفيق في اداره هذه الازمه والخروج بحلول مناسبه لكل الاطراف عشان الامور تسير في نصابها الطبيعي والايجابي لمصلحه الكره المصريه في الاخر وده الهدف الاساسي. دي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا ليس لدينا الجديد وغدا كل المزيد من حلقه جديده ان شاء الله انتظرونا الى اللقاء.